ام ثامر بعد لا لا هذيك اللي جيت لك عليها قالت بعدين لان يعني شفتي اخذت رايها كذا قالت لا مو هالحين تمام. ام سعود والله اننا مشتاقين بس مشتاقين سوالفك وكل ما شاء الله مشاهدينا يسالون عنك الله يسال عنهم العافيه ربي ما قصروا من هالمكان اشكر كل من عزاني في اختي كل من اتصل كل من ارسل والله يكتب اجرهم ان شاء الله يجزاهم عني كل خير امين لا القريبين ولا البعيدين فالله يجعل امهاتنا وابانا في الجنه امين والسوالف واجد ايش اللي تبينه يا ام سعد احنا حاضرين نبي قضينا فتره عنك وعن سوالفك والله السوالف الجود من الموجود يا بعد راسي ما عاد معلت زود يا امراه انت الخير والبركه والخوات كلهم جاي ربي يسعدهم والله الماضي دائما لو تكلمنا عنه لا بكره ما احنا موفين حقه من كثر ما عشناه في ابائنا واجدادنا وامهاتنا وقصصنا احنا الاولين طال عمرك كان امهاتنا تقص علينا قصص ففيه قصه من القصص بقولها لكم اللي هم شوي اللي كيف يعلمون بناتهم أي. الام اذا قامت ما شاء الله تبارك الله تقول كان في وحده دائما عندهم هناك قديما يحبون كل واحدة يكون عندها مهنة فكانت عندهم المكاين القديمة كانت تعلم بنياتها فسبحان الله واحدة من البنات ما تحب الخياطة نهائيا تقول أنا ما يعني ما اهتوتها والبنتين الباقيات ما شاء الله يشتغلن مرت السنين تزوجن عندهم هناك الوحدة تزوجت يعني أكثر ما تأخذ من مهرة تأخذ لها مكينة يعني هوايتها تنمي المكينة والقدور الله هذه المهر والقلز الذبيح هذه أول الدفعة الله هذا يعني جزء من المهر البنت اللي ما تعلمت سبحان الله عدت ما كملت دراستها شوي ها تزوجت جعلها عيال ما عندها مهنة ما عندها شيء بس خواتها ذولي ما شاء الله طوروا أنفسهم يعني صار عندهم ما شاء الله مصانع صار عندهم شغل صار عندهم خياطات يعني نموها إيه؟ وصارت اخيتهم كل ما شافتهم قالت انا ندمان اني ما تعلمت زيكم انا تعبت اني ما تعلمت من امي الحرفه هذه إيه؟ فسبحان الله اقول القصه هذه فعلا تعلمنا ان الوحده ما تعتمد على الشهاده نعم او تعتمد على المواهب اللي عندنا اللي عند بناتنا وعيالنا المفروض انهم ينمونها اي شيء الواحد له موهبه الحرفه الصنعه لا ضروري منها تكون أكيد متعلمه أكيد الواحد اكيد قبل الشهاده يعني الشهاده معليش على عيني وراسي ولكن المهنه والحرفه اي وحده اوصي اي وحده بنت عندها مهنه خياطه رسم كتابه خاره اي شيء تستفيد منه تنميه مع المستقبل هيك